أعزائي المشاهدين، نعود لمتابعة حوارنا مع ضيفين الكريمين. النسبة في سؤال الحلقة وهي نسبة غير علمية في هذا الاستطلاع، أي الملفين أخطر في الدورة الاستثنائية، المطبوعات أم الجوازات؟ 78% للمطبوعات و 22% للجوازات. معنا اتصال هاتفي من المشاهدة الكريمة منيرة الحجاية. مساء الخير. ألو. مساء الخير. يا مرحبا، تفضلي استاذ منيرة. سمعت بدي أحكي مع حمد الحجاية. أهلا وسهلا فيك يا أخي. أنا بدي أشكر حمد الحجاية على الخدمات اللي قدمها للجرف والشسعة. الله يبارك فيك. أقصد بدي أسأل، وبدي ينزل الانتخابات هاي ولا؟ بدك تنزل الانتخابات؟ لا والله أنا وعدت، وهي تعرف يعني، والأخت منيرة يعني رأيها، أنا وعدت تعرف إحنا ترتيبنا عشائري، فأنا طلع مني أنا كلام وألتزم فيه بأنه أنا سأتيح الفرصة لغيري بالنسبة للدائرة المحلية. إذا تغير القانون وأصبح هناك أنه قانون جيد بالنسبة للقائمة الوطنية وقالوا لي والله طيب، ما عندنا مانع، أنا هذا إشي يختلف طيب. أما الدائرة المحلية لن أترشح، سأبقيها أتركها لزملائي في طيب، عندي كمان أفضل مني في داخل المنطقة. بارك الله فيك. هذا بارك الله فيك. يعني أظن أن الإخوان على فيسبوك كلهم على الأغلب يقولوا رايحونا من النواب. أيوه. محمد عبر فيسبوك حلوا عنا. أيوه. محمد أيضا حلوا عنا. خالد يقول عليهم أن يعترفوا بالفشل على كافة الأصعدة. السيرة تقول ضمان قانون ضمان اجتماعي هو المهم. كوثر تقول طلب الوحيد أن يكون على مستوى عالي من الرقي والأخلاق. بسام كافة القوانين مهمة مهما كانت. وفاء أن يحل المجلس نفسه ويوفر على البلد مصاريف. إبراهيم العمل النيابي مسؤولية وليس وجاهة. مجموعة من المشاركات. أستاذ سمير الرابي، يعني حتى نستعيد موضوع لموضوع قانون المطبوعات، يعني أنت مع قانون المطبوعات أم ضده؟ ونتذكر بأن سعادة النائب علي الخلالي قال بأن المواقع الإلكترونية أساءت بعضها وليس كلها، وأنها طالت أعراض الناس ورأس الدولة وكل هذا، حتى نوضب النقاش من جديد. أخي الكريم، أنا مع إعلام وطني منتمي للأردن يظهر الإيجابيات قبل ما يركز على السلبيات. السلبيات إذا كانت موجودة وحقيقية وليست إشاعات معها. أنا مع تنظيم العمل الصحفي. إذا هذا القانون اللي بين يدينا ينظم العمل الصحفي ويقلل من الأخطاء ومن الإساءات التي توجه إلى رموز الوطن ومن سياسة حرق الشخصيات، فأنا مع هذا القانون ومع أي مادة في هذا القانون تنظم العمل، ولكن لا تخنق الصحافي. أنا مع حرية صحافي مطلقة إذا كانت هذه الصحافي تمثل الوطن وتتحدث عن الوطن بشفافية ونزاهة، مع أي مادة مواد القانون تنظم، وليس مع أي مادة تخنق الصحافة وتقلل من الحريات الصحفية. طيب يعني أستاذ حمد، ماذا تقول أنت؟ أولا بالنسبة لقانون المطبوعات والنشر البين يدينا، أنا كنت أتمنى على الحكومة في هذه الفترة أن لا تقدم هذا المشروع. ليش؟ لقد سبق وأن عدلنا يعني على قانون المطبوعات والنشر مادتين أو ثلاثة كانت تنظم عمل المواقع الإلكترونية بسجل خاص، وكان في حوار أنه كيفية، وكان التقصير من الحكومة عندما ذهبت العديد من هاي لقطات من اعتصام زملائك وزملاء الصحفيين عندما ذهبت التسجيل. وانت موجود معهم استاذ حمد في هذا الاعتصام، كنت اليوم انا صورك نعم. انت موجود بالاعتصام. اللي حصل كالتالي، هذا السجل لم تتمكن الحكومه من وضع اليه او نظام من اجل تسجيل تلك المواقع، وراجعني الكثير من اصحاب المواقع يقول اين هذا هو السجل في اداره المطبوعات والنشر حتى نسجل فيه حتى نكون ضمن كذا. فلذلك هذا التقصير الحكومي انعكس بطريقة معينة على أنه لا نريد التسجيل فقط، شعروا بأن التسجيل لا يفيد. المقصود من القانون الحالي هو تقييد الحرية وليس تنظيمها، وكنت أتمنى من قراءة الأولية والثانية والثالثة أن أجد فيها ما شيء ينظم العمل الصحفي، ولكن المضمون والمعنى وما وراء السطور هو تقييد حرية الإعلام وخاصة الإعلام الإلكتروني والفضائيات المستقلة على أن تكون تحت سقف الذي تريده تلك الدولة. الحكومة حتى يصبح يعني الإعلام هنا يعني مصفقا ومطبلا للحكومات بطريقة أخرى. طيب هل أنتم باجتماع كل يوم باللجنة التوجيه الوطني واللجنة القانونية ماذا طرحتم أفكار؟ أنا بصراحة ليس مع، أنت تعرف مبدئي بأنه أنا لا أؤمن بأن يكون يحكم الإعلام. إذا كنا نريد أن يكون هناك إعلاما حرا، فلذلك أتوقع أن لا يكون هذا الإعلام بقانون مطبوعات.
أنا أتمنى أن لا يكون هناك قانون مطبوعات وأن نصل لمرحلة أن يكون الإعلام حر ومهني ينظم نفسه وينتقد نفسه بدون تنظيم نفسه. بدون إشي بدون هذا قانون. هذا أنت إعلامي وأنا بدون قانون يعني بدون قانون بأنه بدون القانون بدون القانون في دول عديدة إنه ما في قانون مطبوعات إنما هي اتحادات أو نقابات هي التي تنظم عمل وتحاسب حسب أما قانون ينظم هذا العمل في كثير من الدول تخلت عن هذا طيب القانون. خلينا نشوف رأي أيوة. رأي الأخ محمد المعاني من عمان نرجع له أيوة. نرجع لك مو رأي الناس كمان مهم لا مهم مساء الخير أخ محمد الله يمسيك بالخير أهلين سلامات مساء الخير لك لضيوفك الكرام وخاصة بالذكر النائب محمد الحجاية تفضل يا سيدي يا سيدي أنا اليوم رحت على أساس أعمل البطاقات الانتخابية فأنا بدي أعمل يعني صوتي بمعان فبحكي للأخ الموظف اللي هناك أنت مواليد أبوك مواليد عمان وجدك مواليد عمان فشو شو يعني كيف أنا مواليد عمان أنا رجل معاني وبدي أصوت في معان في منطقتي فأرجو من خلال الأخ الحجاية أنه تابعنا الموضوع هذا لأن أنا صوت صوت الوطن بدي أعطيه للأخ الحجاية حاضر إن شاء الله طيب هيك يا أستاذ محمد اليوم فيها. كسبت صوت هي اول إيه. اعلان يا ضي لك اول شيء طيب السؤال السؤال انت اعلامي وكلنا من بدك ترد عليه خلينا ارجع هذا موضوع خارج سياق الحلقه بتكمله لموظف بس مختصر انت بتتابعه يا سيدي بس كمل موضوع الاعلام انت اذا سمحت انت أيوة. بدك النقابه تنظم وبدك التنسيقيه مثلا او جمعيه اصحاب المواقع الالكترونيه تنظم هذا الموضوع شوف. بدون قانون من الدوله بدون يعني كيف تسمح لموقع السيء لناس كيف تسمح لناس يعلقوا طيب. تعليقات سيئه انا بدي اعطي اتهامات بدون حق نحن بين قضيتين اخ مهند قضيه الحريه الاعلاميه والمهنيه وقضيه التعبير عن الراي التعبير عن الراي حق للشعب وقضيه الحريه الاعلاميه ان 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 يكون هناك ماده اعلاميه مهنيه بدون قيود ما السبيل إذا ولكن السبيل هون في قضيتين في قضيه الاعلام الالكتروني قضية التعبير عن الرأي باعتبار أن المعلق هو يعبر عن رأيه وهو أحد أفراد الشعب وقضية الخبر هو خبر مهني بيقول لك أنا ما حد يحدد سقفي بغض النظر عن الطريقة طيب. التي حصلت عليها هناك بعض المواقع يعني عندما أناقشه بالمهنية يقول أنه أنا حاولت أن أكون مهني في اللي هو الخبر والمعلومة الخبر والمعلومة فأنت بيقول لك لما اني انا احكي مع وزير معين او شخصيه معينه حول القضيه اللي انا بدي اناقش فيها ما بيرد علي وانا امام سباق الكتروني في دقائق او في شيء حتى اني بث هذا الخبر اذا انا ما بثيته وانا جبته وتسرب خلال دقيقه دقيقتين الى موقع اخر ياخذ من الاخرين فهو يبثه قبلي طيب فلذلك شو معنى هذا يا استاذ حجب المعلومه حجب المعلومة أنت تعرف إنه حجب المعلومة هو الروح الذي يمد طيب. الإعلام تسمعني أستاذ سمير معنى هذا إنه خلي بس أوضح وأنا لا أريد أن أدخل أنا أحكي مهنيا يعني ما يقول الأستاذ أن هناك مسؤولين وأصحاب قرار بيحبوا ما يكون في هذا الإعلام الإلكتروني حتى يظلوا نايمين بالضبط. ما حدا يحاسبهم ما حدا يفضح تقصيرهم يعني بدهم يعني مشان يعني بس الإعلام الورقي نرجع للزمن وقد تغير الزمن وهم لم يتغيروا وعقلية الدولة وعقلية هؤلاء الناس لم يتغيروا كمان يعني العالم تحول أخي الكريم بداية بدي أسأل زميلي اليوم كان مشارك حسب الصورة اللي شفتها في الاعتصام هل هو كنائب أم كصحفي وبسأله بكل أماني هل ما هذا رجل يرعى الحرية تفضل سيد حمد هل ما تم طرحه الآن اليوم كيف شارك خليني جاوبك على سؤال كيف شارك لما بدي أسأله هل ما تم طرحه من شعارات في الاعتصام اليوم هل هو ديمقراطي أول إشي أنا الأصل الكل كل كل منا ينتمي إلى مهنته أنا مهنتي الثابتة صحفي. اللي هي صحفي نحترم هذا الحكي أيوة. أنا أعرف همومهم فلا يعقل يعني هذا لا يعني أني أنا نائب أنحاز إلى الموقف النيابي اللي مثلا بعض الزملاء وبعضهم أنهم تهجموا على الإعلام ولحقهم وزير الإعلام وكمل المنظومة الردح كاملة فلذلك أنا بدي أنتصر لزملائي بالحق رغم وجود منظومة ردح أخرى لا 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 منظومة الردح إحنا اللي مارسناها تحت القبة إحنا اللي مارسناها تحت القبة وهذه المنظومة بدي إحنا نخلص منها أنا النواب والزملاء الواقع النواب والزملاء في منظومة ما في منظومة ردح برضو يعني شغالين فينا فيها اليوم ما كان في الاعتصام الحق علينا إحنا ممثلين الشعب أن نكون إحنا لا نردح
حتى لا نقابل الردح بالردح. انا اقول اخي الكريم أخسمي. اللي ردح أخسمي. نتيجه تعرضه لاساءه او عمليات ابتزاز، وانت تعلم انه كثير من زملائك تعرضوا بدون حق. وأنا من الناس هاي تعرضت، وفي قضايا الآن موجودة بيني وبين بعض المواقع الإعلامية. سمير أنا وياك زملاء في لجنة التوجيه الوطني، ونعلم بيني وبينك بنحكي عن أخطاء وهفوات، ولكن لا أعمم. الجسم الإعلامي جسم محترم، مثل ما أنت مثلا لما يكون في اثنين نواب أساءوا ولما يجي يسبوا على مجلس النواب أنت تستاء. فلذلك أنا بقول إنه لا يعمم، لا يجب علينا أن لا نعمم النواقص الذي في الجسم المهني. ونحن قلنا نحترم الصحافي الصادقة التي أخوي سمير أتفضل. أنا بدي التنظيم، التنظيم ليس من أجل تقييد الحرية، التنظيم من أجل مصلحة الإعلام. أنا ما بدي إياه يتحاكم أمام قانون العقوبات، أنا بدي إياه يتحاكم أمام قانون المطبوعات من أجل مصلحته. أما بالله عليك أنت بالطالب هو بقول لك أنا أذيت الطالب يكون تابع، يعني كيف أذيت أنت من الإعلام؟ نزلت عني مقالات كلها غير صادقة، وشوهت لي وأساءت لبيتي وأساءت لعملي وأساءت أساءت لي بين القواعد الانتخابية بدون وجه حق. طيب استاذ حمد، يعني في مواقع احنا ما بنعرف، شو ضماناتك اللي بحط تعليقات بسب على اخوات الناس على اعراضهم؟ طب انا بدي اقول لك شغله معينه. شو ضمانك؟ ما الذي يجعلك تضمن هؤلاء الناس؟ زي ما حد المهني محترم، ما بدك قانون للمحترمين. في ناس دخل على المهنه، في ناس دخل كمان على المهنه، في ناس دخل على المهنه. تفضل. وبالنسبه للماده الصحفيه ممكن انا اقول ما في عليها خلاف. تعليق بتنزل اي شيء على هون؟ لا، الماده الصحفيه تعليق اخطر من الماده الصحفيه الان. احدى المشكله اللي تكمن في المواقع بصراحه انا بلاحظ اللي هي التعليقات. انا بعتبر انت خليك انت نعم، انا بعتبر وقلتها لزملائي انه لما التعليق يكون بحجم المقاله، المقاله موجوده ولكن في تعليق وراها بيكون بحجم المقاله، معك خبر انه بيصير التعليق على المقاله التابعه وينسى الخبر الاول الاصلي. ما اختلفنا، ولكن هذه ما اختلفنا فيها. ساعات الناس انا بحكي عن تعليقات فيها مسبات شخصيه، التعليق مسبات على اعراض الناس. التعليق من تعتبره تعبير، انا بدي اعتبره هو يعتبره على انه تعبير عن الراي بالنسبه للمواطن. التعبير عن الرأي والحرية حتى عند المواطن تنتهي عندما تمس حرية الآخرين. فأنا أعتبر التعليق أنه من ضمن المادة الصحفية. أنا حتى زملائي ما أجاملهم بهذه القضية. أما بلا رقابة على التعليق، بلا رقابة على التعليق، بدي رقابة صارم عليه. ها وضبط. وشو صارم عليه؟ شو غلط كانت الرقابة على المقالة والتعليق؟ شو كان الغلط؟ أنت بدك تروح في الحالة العرفية، معناته في الحالة العرفية. لا إحنا الحرية في الأردن والصحفيين محترمين والمواقع محترمة، مش كلها في نفس الميزانية. بداية مع حرية الصحافي. إحنا الآن القانون قد يكون ظلم كثير من المواقع الإلكترونية الممتازة. إحنا في مثل بالعامي بقول راح الطايع في عروة صالح في عرض الطائع. صالح في عرض الطائع. أوكي، قد يكون في عنا وأكيد في عنا مواقع إلكترونية رائعة وممتازة ولن تجد عليها ما يسيء، وللأسف الشديد حتى لو كان عندي 10 مواقع تسيء فيها بذل وفيها مهنية. أنا بخالف أخوي حمد اللي ما بده قانون ينظم، بقول بده تبعهم لجمعية بتحاكم. جمعية لو أساء واحد شو بدها تعمل فيه؟ أكثر ما فيه بتفصله من هالجمعية. طيب. أنا بدي قانون اللي فيه الواحد قبل ما يكتب ويسيء للنائب حمد الحجايا يعرف انه في قانون بده حاسبه. اخ سمير انا ما لو سمح. انا ما احكي عن شيء. انا اتمنى ان نصل الى مرحله من المهنيه وفهم الاعلام ودور الاعلام، وان لا يكون قانون مطبوعات ضمننا، بس نلجا الى مظلتنا من هي المظله، وهي معمول فيها في دول معينه. ولكن ما دام احنا في هذه الحاله لا، احنا بحاجه الى قانون. طب هو معناته مهما كانت القوانين موجوده بدون قيام، بدون يعني حدس عند المسؤول عن الموضوع. في عندنا بعض المساهمات نقراها لو سمحتوا. جميل عبر تويتر يقول اثني على اتصال عبد الكريم الدباس، ليش ما يكون هناك هيئه حكوميه تساعد الشباب؟ ساهر عبر الفيسبوك يقول مساء الخير يا سيدي، موضوع تغيير المواقف بين الساده النواب، لانه كما تعرفون الانتخابات قربت وكل واحد بده يسجل موقف على ظهر المجلس. سائد يقول عفوا، من المفيد تحديد السؤال في الدورة الاستثنائية، لا يملك المجلس سوى مناقشة في القوانين التي ذكرت في الإرادة الملكية، هل يجوز إضافة ملحق على عن طريق عن طريق زيارة سيدنا؟ بالطبع. هاشم نطالب برد القانون، وإحنا بنقول دائما حتى التعليقات اللي تجينا هون إذا ما كان في لنا سلطة أخلاقية على أن نوصل وجهة نظر الناس بشكل محترم. تفلتر 3 مرات عندنا ومرتين حتى نوصل لكم تعليقات تليق فيكم، ولا بيجينا يعني مرات تعليقات ما بنقدر نقدر تعليقات فيها إساءة.
حتى الان على الفيسبوك. مع ذلك احنا بنفلتر، احنا المطلوب، مطلوب من المواقع تفلتر التعليقات. طيب كمان المواقع اقتصاد وفيها استثمار، واقتصاد الابداع مهم للبلد كمان، انه هذا نشتغل فيه. ساعات النائب ظل معك 20 ثانيه تفضل، شو تقول خاتمه؟ خلاص. اول شيء انا اتمنى على الحكومه بانه تترك لنا هذا القانون ليكون هناك يعني فعلا عصف ذهني في التوجيه الوطني، في لجنة التوجيه الوطني، وسندعي هناك الخبراء والمختصين وجميع الأطراف على أن نكون يعني تحت مظلة محترمة تحمينا، ويجب أن يكون الترخيص لصالحهم. لأني أقول أنا مثلا يقول لك هذا رد القانون، لو قمنا برد القانون وقد ناقشنا أخ سمير في اللجنة، لو قمنا برد القانون وعرض تحت قبة البرلمان خلصنا. سيرفض القانون الرد وسيناقش باد مادة، وهنا شكرا. سيقر ما أتى من الحكومة. احنا انا شكرا. انا بدي انا بدي شكرا. تعديل والتعديل شكرا. يكون بصالح لمين؟ شكرا الإعلام. شكرا استاذ حمد، وظلمنا الإعلام بهذه الحلقة استاذ حمد الحجايه. شكرا نعم. لا احنا نص ساعة هون نص ساعة هون. شكرا لك. احنا كنا مع الإعلام الحر والمهني والمواقع الإلكترونية لها كل احترامها وتقديرها المهنية والمسؤولة. هناك أخطاء تحصل، مش الإعلام الإلكتروني، لا تكمم أفواه المواقع الإلكترونية وغيرها. شكرا لساعات النائب سمير العرابي عضو مجلس النواب. شكرا للاستاذ حمد الحجاية رئيس لجنة التوجيه الوطني. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، شكرا لمداخلاتكم ومساهماتكم. هذه تحية، ونلتقي في الاسبوع المقبل مساء السبت. هذه تحية والسلام.